السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين. مع حضراتكم في رحلة جديدة وحلقة جديدة من المساء مع قصوى. كل أسبوع بيبقى أنا واقفة مع حضراتكم يوم الجمعة ويوم السبت من الساعة 9 للساعة 10:30، ساعة ونص بنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة على قناة تن. بنحاول إن احنا نروح معاكم في رحلة فيها محطات كتيرة جدا وإنها تكون سريعة جدا قدر المستطاع عشان نحاول نجمع كل المجهود وكل البحث وكل الحاجات اللي عملناها طول الأسبوع ونقدمها لحضراتكم في شكل مخفف وبسيط وإنساني وثقافي تلفزيوني يصلح للعرض التلفزيوني، فحضراتكم ما تملوش وما تزهقوش مننا. وفي نفس الوقت بنتواصل مع حضراتكم دايما عبر السوشيال ميديا، بنهتم بكل اللي بتبعتوه. دايما بفكر حضراتكم دعمكم لينا حاجة عظيمة جدا ومقدرة جدا، وكل الناس اللي بتتواصل معنا، كل الرسائل اللي بتجينا من كل مكان ممتنين لحضراتكم جدا. كل التعليقات الجميلة والحلوة والنقد البناء، كل الحاجات اللي بتبعتوها، طلباتكم، الكتب اللي حابين تشوفوها او تسمعوا عنها او تقروها، كل الحاجات دي بنهتم بيها جدا. وبفكر حضراتكم ان احنا متاحين معاكم على السوشيال ميديا، على صفحة برنامج المساء مع قصوى. لو مع حضراتكم حالا دلوقتي دي صفحة برنامج المساء مع قصوى، بننتظر من حضراتكم التواصل، بنرد على رسائل قدر المستطاع، وبنحرص ان احنا حتى في الايام اللي ما عندناش فيها هوا ان احنا نتواصل مع حضراتكم. بنجمع كل الحاجات اللي بتبعتوها وبنحرص ان احنا نستضيف الناس اللي حضراتكم حابين تشوفوهم. طبعا بنختار ضيوفنا بعناية وبننتقيهم بشكل دقيق جدا عشان نعرض من خلال رحلتهم ثقافة إنسانية. رحلتهم لازم تكون ثرية، يكون فيها أبعاد. بنحاول إن احنا حتى طبيعة الحوارات نفسها تحمل الكثير من الثقافة والإنسانية والزهو والبهاء وكل هذه الأمور اللي بتخلينا في نهاية الحلقة راضين نوعا ما عن المحتوى اللي احنا قدمناه لحضراتكم، وبتخلي ضيوفنا الكرام مبسوطين بوجودهم معنا. بمتن لكل الضيوف اللي بيطلعوا معنا على مدار الفترة اللي فاتت سنة ونص، وبمتن لحضراتكم على الأسماء اللي بتبعتوها وعلى رد فعلكم على الحلقات. شكرا جزيلا لكم، فضل ربنا دعمكم بيخلينا نكمل. شكرا لكم. خلينا نقول لحضراتكم بقى ايه بعد يعني الديباجة بتاعة المقدمة اللي لازم نقولها كل مرة عشان نفكركم بينا لو نسيتونا خلال الأسبوع. نقول حضراتكم معانا ايه النهارده هروح معاكم في رحله فيها كده مجموعه من الحاجات. في البدايه هيكون معانا الغرائب، هنروح معاكم لحاجه تاريخيه وفيها بعض الالم والاسى وماذا تفعل الحروب في البشر وكيف تدمر الحروب البلدان وكيف تدمر الانسانيه وكيف تحول البشر والناس وتحول الانسان الى كائنات اخرى والى اشياء اخرى غريبه جدا. النهارده هتكون معانا حكايه من الحكايات التاريخيه الغريبه، وبعدين نروح معاكم للصور وللحكايات وقصص وحاجات في علم النفس وحاجات كده، ونختم معاكم باغنيه من اغاني مصر العظيمه جدا، وبعد كده نروح مع حضراتكم لفقره الكتاب. فقره الكتاب النهارده او الفقره الرئيسيه عندنا الاولى هنستضيف فيها يعني حاجه من الحاجات اللي هي ايه بقى عالميه، جبران خليل جبران هو ضيفنا النهارده. ضيفنا ازاي؟ ضيفنا بكتاباته. جبران خليل جبران هذا الرجل العظيم والثري والدقيق وصاحب المقطوعات النثريه شديده البلاغه والبداعه والجمال والانسانيه والروعه، وصاحب كتب من اجمل ما كتب، وكتبه حتى الان من اعلى المبيعات حول العالم بعد شكسبير واكثر من اسم. تأتي كتب جبران خليل جبران المترجمة إلى لغات مختلفة، حتى إن عنده بعض الكتابات ترجمت لأكثر من 50 لغة وبيعاد طبعها مئات وآلاف المرات حول العالم. وحتى الآن الناس في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن مختلفة تشتري لجبران خليل جبران الكتب وتقرأ لجبران خليل جبران، جزء مؤثر في ثقافتنا العربية، وكان رجل يحمل هم الإنسانية على عاتقه. النهاردة سنناقش جبران خليل جبران، ولكن مع واحد من أصحاب الفكر الخاص في المنظومة التعليمية لسنوات طويلة، طبيب وأديب وبارع في الكتابة وبارع في الحديث أيضا، وله جمهور كبير من مريديه من الطلبة أو من الأكاديميين أو حتى من مرتادي شوارع السياسة أو الشارع السياسي، وله الكثير من المتابعين في الوطن العربي وليس في مصر فقط، ونقدر نقول أن له سيرة ذاتية تحمل في جعبتها الكثير. ضفنا النهاردة في هذه الفقرة لمناقشة جبران خليل جبران ولمناقشة كتاباته وأعماله الدكتور حسام بدراوي، هيكون منورنا النهاردة في هذه الفقرة. بعد كده هنروح مع حضراتكم في صالون المساء مع قصوى. النهاردة هيكون معنا فنان من فناني المسرح المصري، الناس الجميلة
اللي قدمت في المسرح أدوار مميزة جدا، وبهتم جدا بالشخصيات اللي بتبقى أثرية وبدايتها المسرح. كل من بدأ على المسرح أو معظم من بدأوا على المسرح بيكون النتاج بتاعهم خصب جدا، وبيكون النتاج بتاعهم الدرامي في التلفزيون أو في السينما أو أشياء يعني فنية من هذا القبيل، بيكون المنتج منتج ثري، وبيكون زي ما بيقولوا كده يعني تمرسوا بشكل كبير جدا، فأي دور بيعملوه بيأثر مع الجمهور حتى لو كان حجم الدور مش كبير لكن قيمة الدور بتكون كبيرة. النهاردة منورنا الفنان محمد عبد العظيم، هنختم بيه حلقتنا النهاردة. طيب في البداية قبل ما نروح لفقرتنا، معانا كده مجموعة من الحاجات هنقف عندها، لكن في البداية هيكون معانا في رواية بيعاد يعني إنتاجها، أنتجت من قبل وبيعاد إنتاجها بشكل ولكن بشكل حديث، أنف وثلاث عيون لإحسان عبد القدوس. إزاي هيتم إنتاجها وإحنا في إطار يعني حديث جدا وعلقت في الأذهان بشكل مختلف وبشخصيات مختلفة؟ جرأة كبيرة إنه يعاد كتابتها أو مش يعاد كتابتها، يعاد تقديمها سينمائيا أو تلفزيونيا أو يعني هكذا، فالموضوع محتاج مننا وقفة. خلينا نشوف مع حضراتكم ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ السيناريست تامر حبيب. أستاذ تامر منور الدنيا وكل سنة وأنت طيب. أستاذ تامر، طيب نرجع نكمل أستاذ، نكلم أستاذ تامر مرة تانية. هنوقف معاه عند أنف وثلاث عيون وعن إعادة إنتاج هذه الرواية وإزاي هتتعمل في هذا الشكل الحديث بعد ذكرياتنا معاها والشخصيات اللي كانت بتؤدي هذه الأدوار وإزاي أثرت فينا، فهنعرف منه هذه التفاصيل. طيب خلينا نروح مع حضراتكم في البداية وبعد العودة لأستاذ تامر نروح معاكم لغرائب المساء عشان نستفيد بالوقت. نبدأ معاكم بغرائب المساء ونشوف معاكم هذا الكتاب. كتابنا النهاردة هو صدر سنة 2007، هذا الكتاب ترجم لأكثر من لغة، وهو كتاب يحمل وثائق دقيقة وخطيرة جدا وكانت سرية في سنوات سابقة، وفي نفس الوقت بيحمل تفاصيل وحكايات ورصد موثق ودقيق وبحث دقيق جدا عن هذه الجزيرة، جزيرة آكلي لحوم البشر. طيب الكتاب للكاتب نيكولاس ويرث، صدر سنة 2007، اسم الكتاب والغلاف هتلاقوه حضراتكم حالا معاكم، جزيرة آكلي لحوم البشر، الموت في سيبيريا أو في جولاج السيبيري. طيب ده الغلاف بتاع الكتاب، هتلاقوه متاح على الانترنت، هتلاقوه متاح نسخ إلكترونية، مفيش نسخ مترجمة منه ولكن في معلومات كتيرة مترجمة ومتاحة في كتابات أخرى، بس الكتاب ده يعتبر هو الأكثر شمولية ونقل دقيق للموضوع، والإطار اللي فيه بحثي شوية أكتر منه يعني كتاب عادي. طيب خلينا نقول لحضراتكم القصة إيه. القصة بتبدأ أنه سنة 1933 في شهر فبراير تحديدا، الزعيم السوفيتي كنا اتكلمنا عنه قبل كده ستالين، كان قرر أنه دي طبعا احنا نمشي مع حضراتكم كده خطوة خطوة، ايه حاجات توضيحية من داخل الكتاب. قرر انه يعمل خطة كده انه يستبعد مجموعة من البشر الى معتقلات في سيبيريا او في كازاخستان او يعني مناطق بعيدة، عشان مش بس يتخلص منهم ولكن يعني عايز يعمل مجتمع جديد ومنها يستثمر هذه المناطق، بيفكر ازاي الناس دي ممكن تعيد او تعمرها او تبني فيها او تعمل فيها انشطة، وفي نفس الوقت يتخلص من معارضيه من المجرمين من الـ يعني النماذج الخطيرة اللي كانت موجودة في المجتمع وحاجات بالشكل ده. فقرر انه يستبعد مجموعة ولكن على اجزاء يعني درجة في درجة في درجة، مجموعة تروح ومجموعة تروح بعدها وهكذا. طيب بدأ الخطة انه طبعا القصة بتبدأ او بتكون البداية بتاعتها انه هيتم الانتقال من اماكن مختلفة الى منطقة سيبيريا، ومن سيبيريا يختاروا مجموعة ينقلوها في جزر موجودة محاطة بالمياه من كل مكان عشان يكون الهروب صعب منها والخروج منها صعب ويكون درجة الحرارة باردة جدا، فما يفكروش يهربوا وحاجات بالشكل ده. بدأ يجمع، جمعوا في البداية 5000 واحد، ال 5000 واحد حطوهم ركبوهم قطارات ومعاهم حراسة، كانوا من المعارضين، كانوا من المجرمين عتاة الإجرام، كانوا من يعني نماذج كتيرة في المجتمع مزعجة لستالين ومزعجة للمجتمع في الوقت ده، ولكن كانت أكثر مزعجة لهذا الرجل أو للنظام اللي كان بيقره ستالين في الوقت ده. استبعد المجموعة دي بعد في البداية 5000، ال 5000 وصلوا إلى منطقة قريبة من هذه الجزيرة،
وهم موجودين في المنطقة دي طبعا أثناء الرحلة كان الانتقال صعب جدا، وكان المسار بتاعهم كان أكل بسيط جدا، حراسة مشددة، الحراسة بس هي اللي معاها الأكل، القطارات مخلاة تماما إلا منهم هم بس اللي موجودين فيها، وطبعا مجرمين على ناس دمويين على حاجات بالشكل ده، فكان التعامل بتاعهم شديد القسوة وفظ جدا. بالإضافة أنه الأكل قليل، فبدأوا المجموعات من وهم طالعين في القطر بدأوا يهاجموا بعض ويضربوا بعض وحاجات كده، لحد ما وصلوا لمنطقة، ومن المنطقة دي وهم موجودين فيها اكتشفوا أنه الأكل بسيط جدا وقليل جدا. طيب هيعملوا إيه؟ قالوا لهم ما فيش، هو ده الأكل المتاح، وهتنتقلوا إلى منطقة تانية أشد برودة، والبرودة صعبة جدا فيها، وجليد في كل مكان، ولا يوجد فيها أي مصدر الحياة. نقلوا إلى هذه الجزيرة، جزيرة نازينو. نقلوا ليها إزاي؟ قوارب صغيرة وحراسة في كل قارب، وكل واحد ماسك السلاح بتاعه زي ما يقولوا شدد الأجزاء وقاعد منتظر أي حركة، بيقتل على طول الشخص اللي بيقوم بمهاجمة الحرس. في الطريق مات منهم ناس كتير جدا، وكمان من قلة الأكل والشرب على ما وصلوا كانت مجموعة تانية على وشك الموت. وصلوا هناك نزلوا المجموعة اللي هم اللي قدروا يوصلوهم الخمس تلاف واحد، بدأوا ينقلوا مجموعات اللي وصلوا الخمس تلاف حطوهم في الجزيرة، وبعدين يقال إنه مجموعة انتقلت الأول وبعد كده لحق بهم الباقيين. اللي وصلوا دول حصل معاهم ايه او جرى لهم ايه؟ نزلوا معهمش اكل نهائي، الحراسه بس هي اللي معاها اكل وشرب. المكان عباره عن ارض ما فيش فيها غير الجليد، محاطه بانهار شبه مجمده او السطح بتاعها مجمد من كل مكان، ما فيش اكل، ما فيش اي حاجه، مجرمين وفيهم ناس مرهقه وتعبانه. كان في 20 طن من الدقيق متعفنين معاهم جايبينهم وهم جايين، فبداوا يرموهم علشان لسه هيوزعوا. هجم المجموعه دي كلها هجمت على الدقيق اللي بقى يطول حاجه ياخدها، يخلطوه بميه عفنه من الارض مش نظيفه ياكلوه، بدا ينتشر بينهم الامراض والاوبئه وحاجات بالشكل ده. بدا الحراسه ياخدوا مسافه بينهم وبين المساجين او المجموعه اللي هم معتقلينهم ويسيبوهم يتصرفوا مع بعض. الدقيق خلص، كل منتجات وموارد الحياه خلصت، يفكروا يعملوا ايه؟ بداوا اللي يتعب منهم ويقع ياكلوه، لان هم مش لاقيين اكل. بداوا ياكلوا البشر، بداوا ياكلوا بعض. بقى المعتاد في خلال فتره بسيطه جدا ان الحرس شايفين قدامهم جثث متقطعه في كل مكان، والناس واكله بعض حرفيا، ودول ناس طبعا يعني منهم حتى كان بعض الاكاديميين وبعض اساتذه الجامعات وحاجات من كده، وكانوا معارضين لسياسات ستالين، والمجموعه الاخرى كانت ناس مجرمين. فلما تخلط النموذج ده بده بالتاكيد النموذج الاجرامي هو اللي هيطغى على المشهد. بداوا ياكلوا الناس اللي كانوا موجودين معاهم، وبعدين بقى اللي يمرض ياكلوه، وبدات تنتشر الاوبئه، وحصلت يعني شيء يفوق الوصف في بشاعته. بدأ هنا انه يبلغوا الحكومة في الاتحاد السوفيتي، يقولوا لهم، او الحكومة السوفيتية يبلغوهم يقولوا لهم احنا عندنا ازمة، احنا الناس بدأت تاكل بعض ومفيش اكل غير للحرس. بدأ الحرس ينسحبوا من المشهد ويسيبوهم مع بعض. مش بس يوقفوا الموضوع، لكن كمان بدأوا يبعتوا لهم مجموعة تانية عايزين يتخلصوا منها. قالوا كويس قوي، ما دام بياكلوا بعض نودي لهم مجموعة تانية. شوفوا قسوة التفكير الإجرامي والدموي لما بتكون القيادة السياسية دموية ويكون النظام دموي، إيه اللي بيحصل؟ انتقلت المجموعة التانية، قبل ما ينزلوا من القوارب انسحب الحراس، رجعوا، تقدم كل المجموعة اللي هم تحولوا لأكلي لحوم بشر، هجموا على القوارب وبدأوا يضربوا الناس اللي جاية دايخة، وبدأوا ياكلوهم قبل ما ينزلوا من القوارب. هنا الحرس حسوا بالخطر، بدأوا يضربوا نار وحاجات بالشكل ده، وأخطروا الحكومة ان هم مش قادرين يكملوا في المكان ده، ان في مهازل وفي مذابح كبيرة بتحصل وهم مش قادرين يكملوا. هنا خدت الحكومة السوفيتية يعني إجراء أو حاجة بخصوص الموضوع، إنه لا، لابد من وقف هذا الموضوع. طيب عملوا إيه تحديدا؟ بدأت الحكومة وتحديدا أقسام معينة زي اللجنة الإقليمية للحزب الشيوعي في سيبيريا بدأت تبحث عما يحدث، وبدأ يتكتب منها أو يتكتب تقارير، وهنا خدوا قرار إنه يغلق هذا المكان ويتم القبض على كل الموجودين فيه من أول الحراسة لحد المجموعة اللي موجودة. طبعا احنا بنجيب لحضراتكم خرائط وحاجات موجودة داخل الكتاب عشان تعرفوا احنا بنتكلم عن ايه. تم القبض على كل الناس اللي موجودين، اترحل كل المجموعات اللي موجودة دي. طبعا الجزيرة، وزي ما حضراتكم شايفين طبعا ده مشاهد علوية، ممكن يكون فيه صعوبة انه المشهد من قريب صعب الخروج منه او الانتقال، ومحاطة بالمياه من كل مكان.
بدأوا قبضوا على كل الناس، اتحاكم مجموعات كبيرة، أعدم مجموعات كبيرة، وأخليت الجزيرة وانتهى الموضوع على كده. انتهى الموضوع، ولكن يعني التقارير اللي خرجت اعتبرت وثائق سرية وتم كتمها تماما، ويعني اتعاملوا معاها في إطار من النسيان كأن شيئا لم يحدث. سنة 1988 جت منظمة حقوقية اسمها ميموريال. المنظمة دي بدأت تتعقب الموضوع، بدأت تشوف الناس دي بتعمل ايه، او الناس دي رايحة على فين، الناس دي كانت مخبية ايه، ايه الوثائق اللي كانت متخبية، الجزيرة دي ليه الموضوع بتاعها سري وليه مرفوض ان حد ينزل هناك او يراجع، وده بعد سنين طويلة، كان فرق 50 سنة تقريبا. قدرت المنظمة دي انها توصل للوثائق السرية اللي خرجت، اللي قالت ان الجزيرة دي تحولت لمكان من اكل لحوم البشر، واللي قالت انه تم اعدام حراس وتم اعدام مجموعات منها، وانه الموضوع تم التكتم عليه. فضلت تدور ورا الموضوع لحد سنة 2003، سنة 2003 أو 2002 تحديدا، وفي بدايات 2003 أعلن الموضوع للنور، وحصل مطالبات بإعادة التحقيقات في الموضوع، وظهرت كجريمة جديدة وكيعني حادث دموي جديد من الحوادث الناجمة عن حقبة ستالين أو الفترة الخاصة بستالين. انتشر الموضوع، وبعد كده بدأت الوثائق تظهر، وبدأ بقى كل واحد عنده معلومة يدلو بدلو، وهنا بدأت الكتب والأبحاث تتعمل، وده الكتاب اللي رصدناه لحضراتكم النهاردة، جزيرة أكيلي لحوم البشر، الموت في جولاج السيبيري، ونيكولاس ويرت، ده واحد من الكتاب المهمين جدا اللي كتب وبحث في الموضوع، وكان صدر سنة 2007 هذا الكتاب. احنا اختصرنا لحضراتكم قدر المستطاع الكتاب، لكن خليني اقول لحضراتكم انه لما هتقروا هذا الكتاب، او الناس اللي هتهتم بانها تقرا في هذا الموضوع، هتلاقوا حاجات غريبه جدا. قد ايه الناس كانت يعني الحرب قاتله، وازاي لما يكون المجتمع مهدم ومدمر وتفكيره دموي، والحروب تطغى على المشهد او تقود المشهد، والناس ازاي بتتالم، وازاي ممكن بشر ينقلوا الى مكان بكل بساطه يترموا في جزيره من غير اكل الاف البشر، لحد ما يوصلوا مرحله ان هم ياكلوا بعض، وازاي التطور بتاع الانسان انه ما يلاقيش اكل فيبدا ياكل انسان اخر. شيء بشع جدا كشف للنور وظهر للنور، لكن تبقى آلامه بالتأكيد موجودة في نفس كل إنسان سوي قد يعني يقرأ هذا الكتاب أو يطلع على هذا الكتاب. بنصح حضراتكم بقراءة هذا الكتاب، أو تكتفوا بأن أنتم يعني سمعتوا الموضوع مننا. خلينا نروح مع حضراتكم لحاجة تانية، ولكن عدنا بقى لإيه، نروح معاكم ليه في إطار الكتب برضو، بنتكلم على أنف وثلاث عيون. معنا عبر الهاتف السيناريست والأستاذ تامر حبيب. أستاذ تامر أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. اهلا بحضرتك وانت طيبه، شكرا. عيد ميلادك كان من ايام ماضيه، سمعنا كده كل سنه وحضرتك طيب، ولقينا ناس بتحتفل وكده. طيبه فعلا، كان من يومين، شكرا جدا. طيب خلينا نقول انه احنا عندنا روايه احسان عبد القدوس وعمل قادم لحضرتك، هل يعني نقدر نقول انه جرأة من يعني اصحاب هذا العمل او القائمين عليه، بما انه حضرتك يعني في هذه المنظومه، انه يعاد انتاج هذا العمل بعد ان علق في اذهاننا بشكل اخر؟ والله بصي، انا لازم اقول لك حاجه، انه انف وثلاث عيون دي هي اول روايه اقراها في حياتي. يعني انا اول ما كتبت روايه، انا معلش انا اسفه ما سمعتش صوت حضرتك استاذ تامر. بقول لحضرتك انف وثلاث عيون دي هي روايه قريتها في حياتي، يعني كنت عمري 13 سنه، واول مره انف روايه اللي هو كتاب كبير بقى وابتدي اقرا فيه. دي بدايه تعرفيها وبدايه بعدها باحساس لدرجه ان انا بعد انف وثلاث عيون الفتحه فضلت تكر، خلصت احسان وابتديت اقرا بقى بعديه مين، بس يعني ابتديت باحسان عبد القدوس الاول. والحقيقه انا لازم اقول ان انا مدين للراجل ده، انه انا لما دايما بتسال هو انت ازاي بتغوص في النفس البشريه كده، او ازاي بتكتب الست حلوه كده، بسبب احسان عبد القدوس، لان هو بيعمل كده. هو علمني حاجه كده، كاني بصصني من العين السحريه من خرم الباب، عارفه. استاذ تامر انا اسفه حضرتك، في مكان الشبكه ضعيفه، ففي جزء كبير من الكلام مفقود، وانا عايز اسمع كلام حضرتك كاملا، فبستاذنك هنعيد الاتصال بحضرتك ويكون الشبكه افضل. نحاول نتصل باستاذ تامر تاني يا شباب، عشان انا مهتمه نعرف ازاي يعني احنا كنا اتكلمنا من فتره مع حضراتكم عن السير الذاتيه، وانه احنا عندنا النموذج الخاص بالفنان احمد زكي او بالفنان محمد فوزي او بالفنانه دليدا، حاجات يعني احنا عارفينها وبيعاد انتاجها او بيعاد تقديمها، لكن فكره تقديم عمل لاحسان عبد القدوس قدم من قبل، وكلنا معلق في دماغنا الشخصيات اللي قدمت العمل والرومانسيه والرقه الشديده اللي كانت في العمل ده، ويعاد تقديم العمل دلوقتي مره تانية
تانية، ده موضوع يعني أعتقد أنه فيه بعض الجرأة، وفي نفس الوقت الجمهور يا ترى متوقع رد الفعل يكون إيه. فأنا مهتمة نعرف أن أستاذ تامر الموضوع أول ما نوصل أستاذ تامر تاني يكلموني يعني بلوني. خلينا نروح مع حضراتكم لحاجة تانية ونقف معاكم عند حكايات المساء. حكايات المساء النهاردة حاجة نفسية شوية. بمعنى إيه؟ في ناس التسلسل النفسي لينا بيبدأ من أول ما بيتولد، والبعض بيقول إنه بيبدأ تكويننا النفسي من فترة الحمل وجودنا في بطن ماما، وبعد كده الطفولة بتاعتنا المراهقة مرورا من المراحل المختلفة. جماع الحالة النفسية اللي بنكون فيها وإحنا كبار بيكون نتيجة تجميعة كبيرة جدا من مواقف كتيرة عدينا فيها وإحنا صغيرين لحد ما بنكبر. لما بنوصل للحالة دي أو بنبقى في مرحلة النضج النفسي والإنساني في وإحنا كبار، بيبدأ يظهر علينا أعراض المواقف اللي مرينا بيها في الطفولة. دي حكاية النهاردة في حكايات المساء، حاجة اسمها متلازمة ستوكهولم، هنعرضها لحضراتكم. بس خلينا برضو رجعنا للأستاذ تامر. أستاذ تامر حضرتك سامعني كده؟ أنا كده سامعك، وأنتوا سامعيني؟ أنا والله بقى مش سامعاك، ارفعوا الصوت في الاستوديو يا شباب، عايز أسمع أستاذ تامر من فضلكم. يعني كده الصوت تمام مش واضح؟ أه كده تمام. أه تمام. قول لي بقى انف وثلاث عيون، معلش انا اسفه حضرتك، قول لي تاني. كنت بقول لحضرتك ان انف وثلاث عيون دي هي اول روايه قريتها في حياتي. يعني اول حاجه، اول قراءه ليك؟ كان عمري مثلا وقتها 13 سنه. آه. خلاص، واول مره امسك روايه كبيره كده واقراها كانت انف وثلاث عيون. وقرت الصبح بقى مع احسان، لغايه ما خلصت احسان وابتديت بقى اشوف بعد كده هقرا مين. يعني انا علاقتي باحسان عبد القدوس علاقة عاطفية جدا، الراجل ده فتح عليا باب كده عالم. عشان كده دايما انا لما بيتقال لي ان انا ازاي بغوص جوه عالم النفس البشرية او جوه علاقة الراجل والست، او ازاي بكتب الستات كويس كده، الحقيقة انا مديون للراجل ده بسبب الموضوع ده. يعني نقدر نقول انه كتابات احسان عبد القدوس كانت هي من استدرجك للدخول الى عالم الكتابة والقراءة. بالظبط. لا، هي هو بالظبط كانه خلاني ابص من عارفه من خرم الباب كده على عالم يعني خاص جدا جدا. فلما جالي الحقيقه عرض جالي من خالد الصاوي، قال لي انا خالد، قال لي انا اشتريت الروايه وعايز اعملها فيلم او مسلسل زي ما انت شايف. يعني الفنان خالد الصاوي هو صاحب الفكره في اعاده انتاج الموضوع. قلت له يلا نعملها فيلم فورا. وانا في نفس الوقت هعملها فيلم، بس هعمله بيحصل النهارده لان الروايه مكتوبه في الخمسينات. فانا هخليه لا، هو معاصر في زماننا الحالي، لانه كمان عالم العلاقات بين البشر هو عمره ما بيقدر. تركيب نفسيه معقده ومتداخله جدا. بالظبط. فبس هو ده. طيب هل استقريتوا على اسماء اخرى بجانب الفنان خالد الصاوي؟ لا لسه. طيب حضرتك بدات بقى اشتغلت في الموضوع ووصلنا للحظات الاخيره فيه، ولا لسه قيد الكتابه؟ لا لسه قيد الكتابه. طيب حضرتك استاذ تامر مش شايف انه، يعني هعيد سؤالي مره ثانيه، انه جراه او مغامره انه عمل بهذا الحجم وقدم ويعاد تقديمه، انه الجمهور ممكن يعني يحط مقارنه صعبه جدا بين الادوار، بين التمثيل، بين الاخراج؟ والله انا خدت نفس التجربه من حوالي سنتين في لا تطفئ الشمس. انا ما سمعتش حضرتك بتقول ايه؟ انا خدت نفس التجربه من سنتين او ثلاث سنين في مسلسل لا تطفئ الشمس، اللي هو اتعمل برضه فيلم كلنا شايفينه وعارفينه، واتعملت المقارنات وناس كانت معاه وناس كانت ضد، بس في الاخر هو الفن حاجه معموله عشان الناس تتناقش فيها، وعشان يحصل نيجوشيشن، وعشان الناس تختلف وناس تتفق، وعشان كل حاجه. فانا لا، انا الموضوع ده مش قلقني يعني الحقيقه خالص. يعني حضرتك شايف انه الجمهور المعاصر قد يتقبل الموضوع بشكل اخر؟ لا خالص. طبعا. بالتوفيق ان شاء الله، وننتظر كده باذن الله خروجه للنور. ان شاء الله نتوقع خلال قد ايه خروج هذا العمل؟ والله ربنا يسهل، ربنا يسهل، اخلص كتابه ونشتغل، ربنا يسهل السينمات بس تشتغل والدنيا تفتح وبتاع، علشان يبقى في فيلم ان شاء الله. طيب بالتوفيق ان شاء الله، يعني مغامره ان شاء الله تكون جديره بان حضراتكم تخوضوها، وان شاء الله تلقى قبول الجمهور. بشكر حضرتك وكل سنه وحضرتك طيب يا استاذ تامر. طيب يعني برضو من الحاجات اللي هي نقدر نقول عليها
هتكون مغامره شويه، ولكن ان شاء الله يعني تحظى بالقبول والنجاح، لان كل ارجع بيكم بقى للحته النفسيه، كل مرحله ليها الصيغه النفسيه بتاعتها او ليها التركيب النفسي بتاعها. فلما بنعدي سنين ورا بعض هتلاقي الجيل ده نفسيته، الحاله النفسيه اللي جوه غير الجيل السابق. الناس بتقول الزمن بيتغير، او يا شوف الايام اتغيرت. هي الفكره مش، وبعيدا طبعا عن نعيب وزماننا والعيب فينا، هي الفكره انه الناس التركيبه النفسيه بتاعتها بتتغير نتيجه معطيات كتير حواليها، تقدم تكنولوجي، وسائل الحياه، الاعلام، السينما، كل الحاجات دي لما بتتغير الانسان نفسيته بتتغير، معطيات الحياه والاتاحه اللي موجوده في الحياه بتغير برضه النفسيه وبتخليها يمكن معقده اكتر. كنا بنفكر في حاجات بسيطه بقينا بنفكر في حاجات كبيره، اشياء من هذا القبيل. في الاطار النفسي ارجع بحضراتكم لحكايه المساء مع قسواء، والنهارده متلازمه ستوكهولم. هذه المتلازمه هي حاجه بتوصل الناس، لو تسمعوا او شفتوا افلام كتير او حتى افلام اذاعيه او حاجات كده سواء هنا او في الغرب، في حاله انه الشخص يتم اختطافه او يتم ايذائه او يتم التعدي عليه، ويوصل لمرحله انه متعاطف مع الجاني او مش زعلان منه او مضرور منه، ولكن عايز يتم الافراج عنه. وصلت لمرحله انه ناس كانت لما اتحكم على الجاني او عوقب الجاني كانت هتموت نفسها حزن عليه. وصلت لمرحله ان في ناس ارتبطت نفسيا وحبت من ارتكب الجرائم ضدهم، حاجات بالشكل ده. حبينا نرصد لحضراتكم الاطار النفسي النهارده والحكايات الغريبه اللي حصلت تاثرا بمتلازمه ستوكهولم، ولماذا سميت متلازمه ستوكهولم، ونشوفها مع حضراتكم في حكايات المساء مع قسوة. قد تشاهد في أحد الأفلام التي تتناول أحداثها قيام شخص باحتجاز عدد من الرهائن لبعض من الوقت، ثم تنشأ علاقة ودية بين الخاطف والضحية، وقد تتطور إلى قيام المختطف بمساعدة الخاطف أو الدفاع عنه بعد إلقاء القبض عليه، وتقول لنفسك أن المؤلف ربما يكون قد بالغ في ذلك الأمر، إلا أن الواقع قد يخالف معتقدك بوجود قصص من ذلك النوع قد حدثت بالفعل. لا. وتم توثيقها ويطلق عليها في الطب النفسي حالات متلازمة ستوكهولم. أطلق ذلك الاسم نسبة إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث كانت مسرحا لحادث وقع في 23 من أغسطس عام 1973، والتي بدأت بدخول جان إيريك أولسون، وهو شخص ذو سجل إجرامي في مجال السطو، إلى أحد البنوك الراقية حاملا مدفعا رشاشا. ونتيجة لفشل حادث السطو، احتجز 4 من موظفي البنك مكونين من 3 نساء ورجل كرهائن، وبدأ في مرحلة التفاوض مع السلطات لإطلاق سراحهم، والتي استمرت لمدة 6 أيام متواصلة، شهدت انضمام زميل إليه لمساعدته ويدعى كلارك أولفسون، وانتهت الأزمة بقبولهم الإفراج عنهم وإلقاء القبض عليهم. إلا أن الغريب هو رفض الرهائن الشهادة ضده في المحاكمة، بل على العكس بدأوا في جمع الأموال للدفاع عنها، وذلك بحسب كتاب مفاوضات الأزمات وإدارة الحوادث الخطيرة وحالات الرهائن في تطبيق القانون والتصحيحات للكاتبين مايكل ماكمنز وويمان مولينز. ذلك السلوك أثار حيرة السلطات التي اضطرت إلى استدعاء البروفيسور نيلز بيجروت عالم الجريمة والطبيب النفسي السويدي لمحاولة تحليل ذلك الأمر، والذي فسره بأنه نوع من أنواع غسيل المخ الذي يقوم به الخاطف نحو ضحاياه، وأطلق عليه اسم متلازمة ستوكهولم، والتي انتشرت بعدها في جميع أنحاء العالم كشرح لتلك الظاهرة، حيث تم البدء في تطبيقها لتوصيف العديد من الحوادث التي حدثت قديما وحديثا، ولعل أشهرها ما حدث لباتي هيرست، وهي ابنة أحد أثرياء من كاليفورنيا وحفيدة الإعلامي الأمريكي ويليام راندلوف، والتي كان قد اختطفها بعض من المسلحين الثوريين في فبراير عام 1974، وتعرضها للعنف الجسدي، وطلب المسلحون فدية ومنحا غذائية بقيمة ملايين الدولارات مقابل إطلاق سراحها. وبعد مرور شهرين شاركت باتي هيرست مع الخاطفين في عملية سطو المسلح لسرقة بنك في سان فرانسيسكو، قبل أن ينتهي بها الأمر بأن يتم إلقاء القبض عليها ويحكم عليها بالسجن، واختطاف الشابة ماري ماكلوري.
والبالغ عمرها 25 عاما من منزلها عام 1933 في الولايات المتحدة من قبل 4 رجال مسلحين، حيث تم تقييدها بالسلاسل في أحد المزارع المهجورة لطلب فدية من عائلتها. وبعد إلقاء القبض عليهم دافعت عنهم وكانت تواظب على زيارتهم في السجن، حتى عند انتحارها تركت وراءها رسالة تناشد السلطات بالإفراج عنهم. لم يستطع العلماء تحديد السبب الرئيسي وراء الإصابة بمتلازمة ستوكهولم نظرا لاختلاف درجة التعاطف مع الجاني، وبعض الضحايا تتطور لديهم مشاعر التعاطف فيعتقدون أن هناك أهداف مشتركة بينهم وبين الجاني، حتى يختلقون أهدافا وهمية تجعلهم يمرون بما يسمى بمتلازمة ستوكهولم. ونروح مع حضراتكم سريعا لصورة المساء، ودايما أقول لحضراتكم أن الصورة بتوثق مشاهد قد لا تستطيع الكتب أو الكلمات توثيقها، وفي نفس الوقت الصورة غالبا بتكون أصدق من كل الكتابات اللي بتكتب. ودايما أقول لحضراتكم أن تأتي صورة واحدة فتفند أو تنفي آلاف الكتب التي كتبت أو آلاف المقالات التي كتبت، صورة تكشف كل الحقائق. النهاردة الصورة اللي جايبينها لحضراتكم دي صورة متعلقة بواحدة من الفضائح العلمية. عارفين حضراتكم وكالة ناسا والدقة اللي في وكالة ناسا والتصرف الدقيق جدا اللي بتقوم به وكالة ناسا في كل حاجة وفي كل خطوة بتمشي فيها. هذه الحالة اللي وصلت لها وكالة ناسا دلوقتي وبنتكلم عنها في إنها نموذج في الدقة والتصرفات السليمة والحسابات العلمية الدقيقة وكل ده، بالتأكيد كان وراها أخطاء كبيرة جدا مرت في تاريخها. واحد من الأخطاء الشهيرة جدا واللي ترتب عليها إن وكالة ناسا منعت من القيام بأي رحلات فضائية لفترة كان الصورة اللي جايبينها لحضراتكم النهاردة. هذه الصورة التقطت في 28 يناير 1986، التقطها المصور الأمريكي بروس ويفر، وده كان مصور وكالة أسوشيتد بريس. بيوثق فيها إيه؟ لحظة إطلاق مكوك فضائي كان اسمه تشالنجر، وهذا المكوك ليه قصة كده إنه متعلقة شوية بالثقافة الأمريكية، إن هم فكروا يجيبوا مدرسة مدنية تكون بداخل هذا المكوك أثناء إطلاقه للفضاء وتكون موجودة في هذه الرحلة لأسباب كثيرة، منها الموضوع الخاص بالمعلمين ومنها حاجات خاصة وشخصية بقصة هذه المعلمة. كانت معلمة في المدرسة الثانوية أو في إحدى المدارس الثانوية، كان اسمها كريستا ماكوليف. فالمجموعة اللي كانت موجودة على المكوك كانوا 5 من رواد الفضاء وواحد من المساعدين اللي موجود وهذه المعلمة. يوم 28 يناير الصبح تقرر 1986 تقرر إطلاق هذا المكوك تشالنجر. كان في تغطية كبيرة جدا بقى من الإعلام والصحافة وناس كتير موجودة عايزة تصور، وفي ناس كتير حتى بتوثق مشاهداتها وبتقول نحن استشعرنا ان في حاجة غريبة في اليوم ده، وسمعنا انه الجو البارد ده مش المفروض يتم إطلاق فيه، سمعنا داخل ناسا واحنا موجودين مش المفروض يتم إطلاق هذا المكوك فيه، لكن كان في إصرار على ان ناسا تطلق في هذا اليوم الإدارة والمجموعة اللي فوق هذا المكوك. والمكوك كان ليه أكتر من رحلة يعني فضائية، كان بيسافر ويرجع لأكتر من مرة، وكان في رغبة يعني نوع من الثقة المفرطة ان هم لازم يطلقوا حتى رغم بعض التحذيرات اللي كانت موجودة بخصوص عدم إطلاق هذا المكوك. دي الصورة قدام حضراتكم، اللحظة اللي أطلق فيها هذا المكوك بعد 73 ثانية بالضبط انفجر المكوك أمام أعين الكاميرات وأمام أعين العالم كله والمصورين والأطقم وكل الناس اللي كانت واقفة بتوثق هذه اللحظة بكل فخر كواحدة من الانتصارات الأمريكية العلمية وواحدة من انتصارات وكالة ناسا وتكريم للمعلم وأشياء كثيرة جدا سنة 1986 وتغطية كبيرة جدا. فجأة انفجر المكوك الفضائي والتقطت بقى مئات الصور من الكاميرات اللي كانت بتصور وبتوثق ومن كل وكالات الأنباء اللي كانت بتغطي الموضوع، التقطت الصور وكانت هذه واحدة من أشهر الصور اللي خرجت لأنها يعني بشكل أو بآخر بتوثق لحظة الانفجار قبل التشعب أو قبل يعني تضخم هذا الانفجار. ترتب على الموضوع ده مجموعة من الحاجات، منها مجموعة من الإقالات حدثت داخل ناسا، منها في ناس قدمت لبعض المحاكمات ومحاكمات علمية أيضا اتعملت، وترتب عليها أشياء كثيرة منها أنه وكالة ناسا جمدت رحلاتها للفضاء لمدة 32
30 شهر، والرئيس الأمريكي رونالد ريغان طلب التحقيق في الموضوع وقال ما يتمش أي إطلاق لأي شيء آخر قبل عمل صيانة لكل ما هو موجود داخل ناسا. 32 شهر وكالة ناسا منعت من القيام بأي عمل فعلي أو تحرك فعلي تجاه الفضاء بسبب هذه الواقعة اللي وثقتها هذه الصورة، التقطت 28 يناير 1986 للمصور بروس ويفر. طبعا الواقعة فيها تفاصيل كثيرة مأساوية وحزينة ممكن حضراتكم، وعلمية أيضا بقى مترتبة متعلقة بفكرة أنه المكوك نفسه كان محتاج صيانة وحصل تقاعس من بعض الناس المسؤولين عن الموضوع، أشياء من هذا القبيل. طيب نروح مع حضراتكم لمصر القديمة، تاريخ مصر القديمة، بنقف معاكم عند عرش مصر وبنقول لحضراتكم احنا بنجري بسرعة عشان نلحق نجيب كل الحاجات معاكم، فسامحونا على السرعة في الطرح والعرض. في عرش مصر النهاردة وحكايات مصر القديمة بنروح معاكم لتاريخ الملوك المصريين. خلصنا التاريخ الرسمي اللي هو المعلن وبدأنا ندخل في تاريخ بقى المتعلق بالمعارك، بقصص الحب، بوقائع معينة. النهاردة نروح معاكم ملكة اتكلمنا عنها قبل كده، الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت موسوعة مصر القديمة للدكتور سليم حسن، بفكركم بيها، واحدة من أهم ما كتب في تاريخ مصر القديمة، والناس بره بتعتمد عليها، اللي يده تطال جزء من هذه الموسوعة أو أنه يقراها على الإنترنت ياريت يعني يهتم بالدخول في هذه الموسوعة وأنه يتجول في تاريخ مصر القديمة بشكل دقيق جدا. الملكة حتشبسوت ظهرت في التاريخ بصورة مفردة وعظيمة، لكن في الكواليس بيكتب الدكتور سليم حسن في موسوعة مصر القديمة قصة حب عظيمة جدا وعنيفة جدا مرت بها الملكة حتشبسوت، وكانت يعني في طي الكتمان إلى أن ظهرت للنور. نشوف النهاردة قصة حب الملكة حتشبسوت كانت مع مين، والحكاية كانت إيه في عرش مصر في المساء مع قصوى. امرأة حديدية سخرت الجميع لإرادتها، فقادت البلاد للنهضة وخلدها التاريخ لمكانة لم يصل إليها الكثير من النساء، هي الملكة العظيمة حتشبسوت. كانت حتشبسوت صاحبة قصة من قصص الحب التي كتبت جانب الغرام في اللقب الملكة القديمة مع المهندس القديم سينموت، التي بادلته مشاعر الحب ومنحته 80 لقبا ملكيا وجعلته أحد كبار رجال دولتها. يقول عالم الآثار المصرية سليم حسن في موسوعته الأشهر مصر القديمة، كانت حتشبسوت قد وحدت روحها بروح سنموت منذ أن وقع بصرها عليه، وقد كان أول خطوة في تمكن هذه العلاقة هي أن تجعل حتشبسوت خدناها سنموت المربي الأول لابنتها الإبنة الملكية وأميرة الأرضين والزوجة الإلهية نذرورع. يرى الباحثون أن قصة الحب التي جمعت حتشبسوت وسنموت كانت معقدة، لم يكن لها أن تعلن بشكل رسمي، لكن الشواهد على ذلك عديدة، وهو ما كان مثار جدل وغضب في أوساط كبار الكهنة، إذ كان سنموت معاونها الأول وصاحب المشورة الأولى والأخيرة في حكمها وساندها في التغلب على تمرد الكهنة، كما أنه صمم ممرا بين مقبرته الخاصة ومقبرة حتشبسوت ليظل على تواصل معها في العالم الآخر. حسب معتقدات المصريين القدماء، يذهب البعض إلى أن الأميرة نفرورع هي في الأصل ابنة سنموت، ويستدلون على ذلك بتمثال للأميرة الصغيرة يحتضنها، وهو ما يزيد عن مجرد التربية. كما أنه بوفاة نفرورع ابنة حتشبسوت فقد سنموت وظائفه واختفى تاريخه، وذلك في السنة 16 من حكم حتشبسوت. وختام هذه الفقرة مع حضراتكم عشان ننتقل للصالون، هنقف معاكم مع تراثنا الغنائي. كل مرة نجيب لحضراتكم أغنية مختلفة بتوثق حاجات معينة من تاريخ مصر أو بتوثق مراحل نفسية معينة. وكمان التراث الغنائي المصري بفكر حضراتكم دايما أنه يعني أبو التراث الغنائي العربي في السلطنة وفي الشجن وفي الحب وفي الحالات النفسية الكتير اللي عرضت داخل هذا الفن اللي كان موجود بشكل عظيم جدا، وكان الوطن العربي كله بيستمتع بالغنى المصري. النهاردة مع حضراتكم حكاية من حكايات أغنيات المساء النهاردة، وحكاية من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلية.
الأغنية دي واحدة من الروائع اللي غنتها الست أم كلثوم. طبعا كلمات الأغنية اتغنت سنة 1971 أول مرة، ومن الروائع اللي كتبها الأمير عبد الله الفيصل ابن عبد العزيز آل سعود، وكانت ألحان الموسيقار رياض السنباطي. ويقال إن الست غنت الأغنية دي، الست أم كلثوم، هي عندها 73 سنة أو حاجة و70 سنة يعني، كانت ولكن كان الصوت كما هو بنفس البريق والزهاء والأمل والشجن اللي كان موجود في صوت الست أم كلثوم. حكاية الأغنية مش حكاية الأغنية بنفسها، هي حكاية تعارف الأمير عبد الله الفيصل ابن عبد العزيز بالسيدة أم كلثوم. الأمير عبد الله بيحكي وبيقول إنه هو كان وصل لمصر في واحدة من الزيارات، بيقول من بلاد الحجاز، وصل لمصر في واحدة من الزيارات وقال إنه كان حابب يحضر حفلة للست أم كلثوم. حاول يحجز، حاول يدور على تذاكر، حاول يوصل لتذاكر، مفيش. المهم في الآخر قدر يوصل لتليفون الست أم كلثوم، قال إن هي كانت تعرف والدي الأمير فيصل في الوقت ده، كان الأمير فيصل لسه، فقال كانت تعرفه، اتصلت بيها قلت لها أنا فلان ابن فلان، أنا عايز أحضر الحفلة بتاعتك بكرة بس أنا مش عارف أحجز تذاكر أعمل إيه. فقالت له خلاص ما تقلقش، انتوا كام واحدة؟ لا احنا ستة. قالت له أنا هوفر لك بكرة تذاكر، توصل وهتلاقي فيه ترابيزة منتظرك. قال وصلت المكان، رحت فوجئت ان انا لابس الزي بتاعنا ومش لابس البدل سموكن المفروض ده اكون لابسها. فرجعت تاني انا والناس اللي كانت معايا البيت، غيرنا بسرعه ولبسنا بدل ورجعنا رحنا تاني لانه كان ممنوع الدخول من غير بدله. قال لما دخلنا الحفله اللي كان المفروض ان انا يعني ليا تذاكر فيها، ما لقيتش الحجز موجود. بدات اسال، لقيت حد قال لي لا في حجز باسم والدك الامير الفيصل. فقال قلت خلاص عرفت ادخل. قال لما دخلت فوجئت ان انا قاعد قدام ترابيزه الملك فاروق. قال طبعا انا خجلت جدا ان انا بقى قاعد قصاد ترابيزه الملك فاروق ومش هبقى قاعد براحتي، فانا قررت ان انا لا اخرج واتراجع، وخدت المجموعه وخرجنا. وانا خارج لقيت الست في وشي، قلت لها انا فلان الفلاني، وانا عرفتها بنفسي، كان بدايه التعارف، انا مش قادر اقعد جوه قدام الملك فاروق. قالت له ما تقلقش تعالى اقعد على ترابيزتي انا واحمد رامي. خدته الست وقعدته. قال هنا كان بداية التعارف. بدأت أقول لها بقى أنا عايزك تغني كلماتي وأعرض عليها كلمات. قبلت السيدة أم كلثوم إنها على حديث الأمير عبد الله، قال إن هي قبلت إنها تغني، وكنت سعيد جدا وقلت لها أنا عيان ودوايا الغنى بتاعك على كلامه. في واحد من الأحاديث القديمة ليه وموجود على اليوتيوب ممكن حضراتكم تسمعوه. قال قبلت انها تغني وبدات تغني كلماتي. وكان واحد من اهم الاعمال اللي غنتها بالاشتراك مع الامير عبد الله الفيصل كان من اجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي. في جعبته العديد من المواهب ما بين الطب والأدب والسياسة والاقتصاد والرياضة، فهو بمثابة سياسي محنك وطبيب بارز وأديب واعٍ. إنه المفكر ودكتور حسام بدراوي الذي ولد في المنصورة عام 1951 وانتقل إلى القاهرة ليلتحق بكلية الطب قسم أمراض النساء والتوليد، وعين معيدا في الكلية وانتخب عضوا في البرلمان المصري ورئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان منذ عام 2000 وحتى 2005. كما اختير في وقت سابق رئيسا للجنة الحقوق الاجتماعية وعضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرها من مسؤوليات تولاها. حصل بدراوي على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة ومن جامعة وين ستيتس بولاية ميشيغان، وعلى ماجستير في التعليم من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة. كما نال الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة ساندرلاند ببريطانيا. كما نال قبل 7 أعوام تقريبا الزمالة الفخرية من جامعة كارديف مادروبوليتان لجهوده في وضع سياسات التعليم. حسام بدراوي له العديد من المؤلفات الأدبية حققت انتشارا واسعا، منها التعليم فرصة للإنقاذ وعلى مقهى الحالمون بالغد ومكافحة الفساد في التعليم ومستقبل التعليم بعد كوفيد، يتحدث عنها وعن قراءاته الأخرى في المساء مع قصوى.
ضيفنا الكريم النهاردة يعني وأنا بنتواصل معاه بخصوص قراءاته وكتاباته، قرأت الكثير من كتابات دكتور حسام وفيها الكثير من التفاصيل والكثير من التوثيق للمتغيرات النفسية اللي بقت موجودة عند أجيال مختلفة في هذا الزمن، منها مثلا في على مقهى أو الحالمون بالغد، في رحلة إنسانية نفسية مع أجيال وحوار بين أجيال ولقاء فكري وعصف ذهني وأشياء من هذا القبيل، تخنقلك من موضوع لموضوع لموضوع بنفس السلاسة، والكثير من اللوحات والفن والموسيقى. لكن في الكتابات الأخرى ستتوقف دائما عند التعليم، وأنا بتكلم مع الدكتور وبنتواصل معاه اختار كمان أنه يتكلم عن جبران خليل جبران. جبران خليل جبران كلمت حضراتكم في المقدمة عن هذا الرجل اللي وضع يعني الإنسانية والمشاعر والحب وابتعد عن الكراهية، و كتب حتى كتاب النبي الذي كتبه كان في عصف إنساني وفي حالة فلسفية راقية جدا، وكان بالمصادفة هذا الكتاب من الكتب اللي أثرت فيه دكتور حسام، وهو اختار ان احنا النهاردة نتكلم كمان عن هذا العظيم اللي وضع اسم العرب برضو على الخريطة العالمية في العصر الحديث، جبران خليل جبران. منورني النهاردة الدكتور حسام بغاوي. أهلا بيكي وبرنامج رائع اللي انت بتعمله. ربنا يخليك يا دكتور، منور الدنيا. شكرا دكتور. في البداية دايما بحب أسأل يعني الحضور الكريم والضيوف الكرام اللي بيكونوا موجودين وحضرتك طبعا منورنا النهاردة، عن فكرة القراءة، إزاي كانت البذرة الأولى اللي استدرجت دكتور حسام للقراءة ومن ثم الكتابة؟ شوفي، احنا أنا انتقلت أنا وأسرتي من المنصورة وهي مدينة مثقفة جدا إلى القاهرة سنة 61، ولما جينا سكننا في القاهرة كان ليا أصدقاء منهم عائلة جيراننا، كان والدهم سفير وكان قارئ وعنده مكتبة غير عادية، وكان بيستنفرنا إن إحنا نقرأ ويسألنا في اللي إحنا بنقراه، فكان عندنا كده شغف وأنا في سن بقى 12 و13 إن إحنا نقرأ ونستمتع بالحديث معاه. ولانه هو كان سفير، السفير عبد العزيز اسحاق كان كمان له دور في افريقيا، وهو اللي جاب ولاد باتريس لومومبا الى مصر وقعدوا عندهم في البيت، ففتح افاق كمان للعالم خارج الاطار ده. في الوقت ده بقى قريت غاندي، حياه غاندي، وقريت وقرات حاجات للاستاذ العقاد، وأعجبت بيه إعجاب شديد جدا، وأعجبت بكتابات العقاد وحضرتك صغير. ده كان المنتور بقى بتاعي، فلسفة القوة يعني والقدرة على التحكم في الذات. الألغاز اللي كانت في كتابات العقاد مش كبيرة على سن 12 و13 سنة؟ لأن كان في حد أكبر بيكلمنا. يعني أنا ما كنتش أعرف بقى بعد كده إن العقاد كمان له دواوين شعر جميلة وأشعاره فيها رومانسية غير عادية، سواء أشعار الحكمة أو الحب أو خلافه. فالأستاذ العقاد كان قصة في حياتي يعني. وفي مرحلة تالية بقى لما قريت كتاب في الوقت ده كمان قرأت بقى النبي لجبران خليل جبران. كان عندك كم سنة تقريبا؟ حوالي 15 سنة. فضل كتاب النبي معايا طول حياتي إلى الآن. محتفظ بالكتاب أو بتقتني الكتاب؟ بقتني معانيه. يعني أنا لما باجي أكلم مثلا، أنا دكتور ولادة، فلما باجي أكلم مثلا السيدات وهم بيخلفوا يجي في ذهني على طول أقول لهم ما قاله جبران في الأبناء، أبناؤكم ما هم بأبنائكم، خلقهم حنين الحياة إلى ذاتها، فلا تحاولوا أن تجعلوهم مثلكم بل حاولوا أن تكونوا مثلهم، فإن الحياة لا تعود القاقري. نفس الحاجة بعد كده وانت بتتكلمي على الزواج، على الحب، على الصداقة، جبران عنده حاجة في كل حاجة. الإنسانية طاغية في الكتاب طبعا، وطاغية في كل كتابات جبران. ولما تقري عن جبران تركيبة النفسية بتاعته اللي هو بقى من دمشق للبنان لبوسطن للبنان لفرنسا، جماعة ثقافات مختلفة وفرية جدا، وكان عايش بقى في وقت
في أدباء لهم أفكار وكتابه النبي بالذات، يعني أنا ما كنتش أعرف غير بعد كده إن هو تأثر بنيتشه. هكذا تكلم زرادشت بالظبط. قعدت أدور بقى يمية زرادشت ده إيه، طلع بقى إن هو إيراني ونبي في إيران قبل الإسلام. وهو خلي بالك اختار في كتابه النبي إنه يتكلم على المصطفى لأنه كان رابط الأديان كلها ببعض. هو مسيحي لكنه يتكلم على الأديان الأخرى وعلى يدين الإسلام، يدين بالإنسانية يعني، حاجة مش معقولة وحكمته جميلة. تفسر بإيه حضرتك يعني على هامش الحديث عن جبران وقراءاتك لرحلته تحديدا، إنه قدر يوصل للعالمية بهذا الشكل على الرغم من الأصول العربية، وكان في الوقت ده يعني في السنوات اللي كان موجود هو فيها كان العالم لا يتجه إلى فكرة العروبة أو لا يميل إلى المواطن ذي الأصل العربي، وإنما يميل إلى المواطن الغربي أكثر أو لصاحب المواطنة أكثر أو السيتيزن يعني. فجبران يقدر يحقق هذا الانتشار في بلدان العالم، وقيل إنه حتى الكتاب وصل لنا إحنا بعد ما انتشر في الخارج. لأن هو كتبه باللغة الإنجليزية. هو تمكن من الإنجليزية والفرنسية والعربية. ولما كتب هو كتبه الأول بالعربي وما رضاش ينشره. وبعدين رجع كتبه بالإنجليزي بعد كده. فهو كان متمكن من اللغات. والناس اللغة ما هياش كلام وفهم. اللغة فيها حاجة تانية أعمق. يعني تحسيها تقومي تعرفي تعبري بيها. فهو عرف يعبر عن أفكاره باللغة اللي العالم بيفهمها. وكتاب النبي زي ما حضرتك عارفة ترجم يجي 45 مرة يعني. بس أنا الترجمة اللي تعجبني بتاع الدكتور ثروت عكاشة، يعني هي الأقرب إلى قلبي يعني. فهو عرف يوصل للناس والفلسفة تصل إلى الجميع. يعني عشان تعبري عن نفسك فلسفيا بلغة من يقرأ ممكن توصلي، وده كلام عالمي يعني. فأنا أعتقد إن هو تركيبته الاستثنائية في ثقافته هي اللي خلته إنسان عالمي، وإن كتابه يظل في الولايات المتحدة بست سيلر لمدة طويلة جدا حتى الآن يعني. بيعاد طبعه وبيعه. طيب خليني أروح مع حضرتك إلى نقلة أخرى في إطار الانتقالات. ممكن يكون غريب شوية أنه هذا الأديب وإن كانت موجودة عبر التاريخ يعني، أو الميل النفسي للقراءات الأدبية والفلسفة والشعر وكل الكتابات دي تصل إلى الطبيب اللي حتى الآن بقى طبيب شهير ومعروف بقى في الإطار الأكاديمي والعلمي والممارسة بعيدا حتى عن الحياة الأدبية. إزاي التركيبة دي حضرتك قدرت تساوي بينها أو توازن بينها إنجاز التعبير؟ سؤال إجابته ببساطة إن فيها جزء جينات، إن يبقى عندك بعض المواهب، وجزء شغف بالمعرفة وشغف بالجمال. أنا إنسان أحب الجمال. الأستاذ خالد محمد خالد مرة قال لي الله يرحمه حاجة ظلت في ذهني طول الوقت، قال لي يرتفع الناس لمستوى ظن الآخرين بهم، وده قول الإمام علي بن أبي طالب. وقال لي أنا بشوف فيك، لما هو قال لي كده أنا لاحظت كده أنك ترى في الناس أفضل ما فيهم، ولما تبص في الناس لأفضل ما فيهم بتبقي إيجابية، ولما تدوري على السعادة لازم تعرفيها. هنا بقى المنهج العلمي بتاع دراسة الطب، أنتك لازم يبقى عندك منهج في التفكير. أحد الكتب بتاعت الأستاذ العقاد اللي أثرت فيه جدا اللي هو المنهج العلمي في التفكير. ومش شرط تكون عندك دكتوراه عشان يبقى عندك منهج علمي في التفكير، ممكن تبقى حكيمة جدا وعندك منهج علمي في التفكير. فدراسة الطب مع بعض المواهب مع الرغبة في إتقانها، يعني أنا تعلمت الرسم وأنا عندي 60 سنة
وتعلمت العب بيانو وانا عندي 62 سنه. انا بقول للناس نيفر تو ليت، طالما بتحب حاجه تقدروا تعملوها. والشغف بالقراءه ثم دخولي عالم السياسه. والطب ده اصله دراسه تجعلك تقتربي من الله، خصوصا تخصص الميلاد والحياه. يا سلام، الخروج الى الدنيا. ما زلت الى هذه اللحظه في كل ولاده اقول سبحان الله. جميل قوي. ودراسه الانسان على فكره هي اصل كل شيء. انا كتبت مقاله مره اسمها الانسان والمدينه. كل حاجه في الانسان هي اصل اللي احنا بنعمله في حياتنا. تركيبه الفسيولوجيه هي اساس علم الديناميكا وعلم الهندسه دورات الحياه المختلفه. بالظبط. فالدراسه الانسانيه تخليك تفكري وتتعمقي وتصلي بمنهج عقلاني الى الفهم. المراحل السياسيه المختلفه اللي حضرتك مريت بيها، وكنا بنتكلم عن صناعه السعاده او تعريف الانسان للسعاده والامل والتفاؤل، السياسه تحمل الكثير من الانتكاسات او الانكسارات او الحزن ان جاز التعبير. هل مريت بصدمات انسانيه نتاج العمل السياسي طبعًا اثرت عليك بشكل كبير؟ طبعا مريت، بس ده اللي بيعمل السياسي المحنك او المخضرم. يعني اللي ما يخسرش انتخابات وما يخشش معارك ما بيبقاش سياسي عنده قدره على مواجهه اخطار السياسه. يعني بيقال انه بيتحول لشخصيه متلعبه. والله انا مختلف في ذلك. انا ظللت على ما انا عليه. ناس كتير كانت بتقول لي انت ما تنفعش تبقى سياسي لان تركيبتك الانسانيه فيها وضوح. بس انا شايف ان السياسه تعرفها غير اللي الناس بتقوله. لا، السياسه هدفها اسعاد الجماهير وليس ده هدفها الوصول الى السلطه. نفسي شويه دكتور، يعني انساني كده وحالم. هو هدف السياسه كده. احنا بنعمل سياسه ليه؟ عشان نحط النظام الذي يجعل الانسان قادر على التمتع بحياته بشكل افضل. هو ده الهدف. بس دي سياسه المدينه الفاضله اللي هي يعني نروح زمان بقى في الافلاطونيات والارسطوريات لما نتكلم على فكره ان السياسه من اجل خدمه الافراد وحاجات كده. الوضع السياسي حتى العالمي، ومش بتكلم في الاطار المحلي، بقى اغلبه لخدمه يعني صانع السياسه او اروقه السياسه. يبقى اذا هم الساسه مش السياسه. يعني السياسه من تعريف البوليتكس. تعريف السياسه هي خدمه الناس. وعشان تخدمي الناس عايزة اسلوب وعايزة طريقة. فانت بتقولي الناس تنتخب. طب هو الانتخاب ده افضل طريقة لانك تجيبي من يحكمك؟ هو افضل الوحش. ايه يظبطه؟ تداول السلطة. القوانين، الضوابط وتداول السلطة. وايه اللي يظبط الحياة؟ انفاذ القانون. يبقى انت لازم الحرية تبقى حريه فقط لو كان هناك قانون ينفذ. ده يرجعني لسؤالي لحضرتك، انه فكره السياسه جعلت منك في جانب متلاعب او يعني تمرس في اروقه السياسه حتى احترفها بشكلها المعاصر. لا، انا مش انا واضح. يعني السوشيال ميديا بقى جمالها في انك انت كل حاجه قلتيها وكل حاجه موثق. عملتيها موثقه. انا لما بص انا قلت ايه سنه 97 وانا دخلت للسياسه سنه 2000 انا هو نفس الشخص. قد لا اكون حققت ما اريده، لكني اسعى الى ذلك الى الان. والانكسارات، الانكسارات بتقويكي وتخليكي اكثر ثقه بنفسك. ما انا خسرت انتخابات في حاجات وخسرت ظلما وبرضه ده يبني. لكن عمر ما كان عندي، انا ما افتكرش ليا اعداء. يعني مش في ذهني، جايز في ذهنهم. ولا اهتم. متصالح يعني. جدا. جدا. ومش عايز حاجه من حد. دكتور زكي نجيب محمود الحكمه بتاعته. بتحب الدكتور زكي ليه؟ جدا. ليه؟ فيلسوف.
ومن الفلاسفة المبدعين قال لك أقوى الناس هو المستغني عنهم. أول ما بتقولي أنا مش عايزة حاجة، أنا مش أنا لا أنا عايز منصب ولا أنا عايز ثروة، الحمد لله ربنا مديني اللي أنا عايزه كله. فأول ما تستغني، أول ما تعوزي تضعفي، أول ما تطلبي تتنازلي. فهي فكرة الاستغناء، وفكرة الاستغناء في السياسة مش سهلة. الطب حقق لحضرتك بعيدا عن الشهرة والنجاحات العلمية والنجاحات العملية، حقق لحضرتك ثروة كبيرة على اعتبار كلمة طبيب شهير؟ الحمد لله بتساوي يعني أموال. لا ما تساويش أموال، ده تساوي في قناعة بقى بجميلة بعلاقتك بالناس. يعني أنا لحد دلوقتي مرضايا، أنا أعرف مرضايا واحدة واحدة. أنا مولد 14,382 سيدة. ده بجد حقيقي؟ أيوة دوكيمنتد. ودلوقتي في مرحلتي دي أنا ما بشتغلش ولادة غير للبنات اللي أنا ولدتهم وبدون أتعاب، لأن أنا معتبرهم زي أبنائي وبناتي يعني. وبالتدريج كل ما الواحد بيكبر بستصعب ان انا اخد اتعاب من حد. يعني انا بعد شويه المدرسات ما اقدرش اخد منهم اتعاب، لان هم معتبريني يعني ابو التعليم ولا الدكاتره ولا التمريض ولا اللي مش قادر. فعيادتي يعني سبيل الى حد ما. لكن ده يقول انه تحققت بالفعل يعني، او جنيت ما يمكن جنيه في الفترات السابقه من خلال ان احنا انا واسرتي عملنا مستشفى كبيره. والمستشفى بيزنس الحمد لله، وبعناها في الوقت المناسب، تحقق نتائجه الماديه. واحنا اسره يعني الحمد لله ميسره طول عمرنا يعني. عايزه اروح مع حضرتك لوقفه اخرى، وهي الوقفه الاكاديميه، ودي يعني قد تاخدنا على الهامش كده على مقهى. هذا الكتاب حضراتكم اللي اطلع عليه او اللي مهتم انه يطلع عليه هتلاقوا فيه وقفات مختلفه زي ما قلت لحضراتكم، مع اراء وافكار شبابيه، وفي المقابل اراء الدكتور حسام وتساؤلات من اعمار مختلفه. يعني تلاقي حوار اجيال رايح جاي في صفحات الكتاب. ده ياخدنا للشق الاكاديمي يا دكتور، وازاي يعني هذه القدره على تواصل مع اجيال من سنوات طويله، وحتى الان بتخرج الاجيال ودخول اجيال اخرى، ونفس الدائره تدور، دائره التواصل مع الشباب. انا وانا في الجامعه استاذ صغير كنت قريب جدا من الطلبه، وعملت مع طلبه كليه الطب اسره اسمها اسره احفاد الفراعنه. كان عدد الطلبة في الأسرة دول 5,000 في وقت كان يسيطر على الجامعة واتحادات الطلاب الجامعات الإسلامية، ودخلوا انتخابات وكسبوا الانتخابات اتحاد الطلاب لأول مرة. بس الأسرة دي بقى كانت إيه؟ فن، مسرح، غناء، موسيقى، ثقافة، مجلات. أنا كنت بأجر سينما كايرو، بأجرها واخد الطلبة ونروح السينما كل يوم خميس. فأنا علاقتي بالشباب كانت قريبة، وقبل كده أنا كنت بلعب كرة في النادي الأهلي، فأنا علاقتي كمان بالرياضة قوية. بعد ما الولاد دول اتخرجوا عملنا جمعية علشان ما يروحوش مني، اسمها الحالمون بالغد، وده أصل العنوان هنا، الحوارات مع الحالمين بالغد. وهتلاحظي ان انا بحط الحالمون بين قوسين عشان بس الاعراب يبقى صح. فكل حواراتي معاهم او مع اولادي او مع احفادي بيطلع منها حاجه، فانا حبيت اترجمها واشارك الناس فيها. وانا في رايي ان الحوار مع الشباب ومع الناس ومع الاسره بالذات دايما بيطلع منه شيء جميل. وأنا هدفي في كل ده هو برضو الناس تعرف ما الذي يسعدها وكيف تصل إلى السعادة. حضرتك وبتتكلم عن السعادة، فبيخطر دايما السؤال النفسي عند أي مشاهد وعندي وعند الجميع، فكرة الأسرة والسعادة الأسرية. هل استطعت أن تحقق
ميزان السعادة الأسرية المنضبط نوعا ما في رحلتك يعني المغموسة بالسياسة وبالسفر وبالتحركات وبالخلافات وكواليس السياسة المرهقة، هل استطعت تحقيق هذه المعادلة؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا أبويا الله يرحمه أرسى فينا مبادئ العلم والعدل، وأمي ربنا يديها الصحة هي الموسيقى الحالبة في حياتنا، والأسرة الحمد لله متماسكة، كلنا إخوات وأولاد وأحفاد وأولاد أحفاد. ربنا يديك الصحة يا دكتور. فإحنا أنا وأنا في رأيي أن الأصدقاء من الأسرة هم أجمل الأصدقاء برضو. الجو ده يقدر يعدي أي خلافات ويقدر يستوعب أي خلافات. انا جرجرت اسرتي معايا بقى في 5 انتخابات، لكن في نهايه الامر احنا مترابطين طبعا الحمد لله. ابني وبنتي وزوجاتي هم احلى حاجه في حياتي. ربنا يبارك لك فيهم. الله يخليك دكتور. يعني جوله سريعه كده رحناها مع حضراتكم، لكن عايزه حضرتك ترشح كتاب في الختام للاجيال اللي بتقرا. هل ترشح جبران خليل جبران زي ما اتكلمنا عنه، ولا عندك ترشيح اخر لكتاب اخر ممكن يكون مدخل الطريق لجمله او لكلمه السعاده؟ جبران هيظل كتاب يقرا في كل الاجيال. حلوه دي، صحيح دي مهمه جدا. لكن طبعا في ظل العولمه والتكنولوجيا والرقميه السعادة مفهومها بيتغير، والمفهوم ده لازم يرتبط بوجدان. فأنا دايما حتى وإحنا بنحط رؤية مصر 2030 في التعليم حاطين حاجة اللي هي بناء الوجدان والشخصية، لأن مهما عملنا في العلم يجي بقى الجانب الإنساني اللي هو العلاقة الإنسانية اللي تجعلك مواطن صالح إيجابي محترم ذاته سعيد. محترم غيره وسعيد. فأنا بنصح الناس دايما أنهم يقروا لمختلف الكتابات، لأن أنت ما تقدريش تبني ثقافتك على حاجة واحدة. صحيح صحيح. حتى القصص يعني أنا ما بفكر كده لما قريت يوسف السباعي نادية ولا إحسان عبد القدوس وأنا صغير، هم بنوا حاجة، ولا يوسف إدريس. أنت في نهاية الأمر مجموعة أشياء بتتحط. فأنصح الناس بالقراءة في غير تخصصها. دي يعني الملاحظة المهمة. أنا النهاردة بقرأ أيام دي في الفيزيكس أكتر ما بقرأ في الطب، وفي البايوفيزيكس أكتر ما بقرأ في الطب، لصناعة التكامل النفسي. واليوتيوب والسوشيال ميديا ادتك يعني آفاق غير عادية. صحيح. عشان تفكري في الكون وتفكري في النظريات اللي اتقالت وتفكري في الكوارك وتفكري في اللي بيحصل حواليك ده، وتكتشفي قد إيه الإنسان متصل بكل حاجة في الكون. صحيح. فأنا بنصح الناس يقروا My Beautiful Universe، يقروا حاجات في البايو سنترينيزم الجديدة، اقروا في كل شيء بعيد عن تخصصكم. أنا ممتنة لوجود حضرتك معنا. الله يخليك. شكرا جزيلا، شكرا على الرحلة الإنسانية والممزوجة طبعا بالثقافة، وشكرا على الحديث عن جبران، وشكرا على مقهى، وممتنة للحالمين بالغد في كل مكان. شكرا دكتور حسام، نورتك. أنا سعيد بوجودي معك. شكرا جزيلا. شكرا. مع حضراتكم من هذه الوقفة النفسية والإنسانية ورحلة يعني ثقافية سريعة وعميقة، بفكر حضراتكم بالقراءة وبأهمية القراءة. اقرأوا فيما يحلو لكم، اقرأوا فيما كل ما يجعل يومكم أجمل، اقرأوا فيما ينمي الثقافة أو يصنع التكامل النفسي والإنساني. لحضراتكم بعد الفاصل، نلتقي في فقرة جديدة في المساء مع قسواء تابعونا. نورتني يا دكتور. We'll be right back.
لفت أنظار الجمهور وصارت أدواره محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ برع في تأديتها ووضع بصمة مميزة في معظم أعماله الفنية. إنه الفنان محمد عبد العظيم. تخرج الفنان محمد عبد العظيم في كلية آداب عين شمس، وبدأ مشواره الفني مع الراحل محمد خان الذي يعد من أبرز المخرجين المصريين، من خلال فيلم كلفتي للفنان باسم سمرة عام 2004. انطلقت رحلة محمد عبد العظيم الفنية من على خشبة المسرح، تحديدا الهناجر، لينطلق بعدها لعالم السينما بمشاركته في أفلام دم الغزال والشبح وأسماء وفاصل ونعود، ليسجل حضورا قويا خاطفا للأنظار بمشاهد بسيطة مهمة، ويخطو خطوات ثابتة أهلته للمشاركة في مهرجان كان لمرتين على التوالي من خلال فيلمي يوم الدين واشتباك. ولمع نجمه بين الأعمال الدرامية من راجل وست ستات والهروب والخواجة عبد القادر ودهشة وحتى بميت وش. ظل حلم التمثيل يراود محمد عبد العظيم منذ طفولته، فكان يطمح لاقتحام المجال اعتقادا منه بأنه سيمتهن المهنة كافة تحت مظلة الفن، ليبدأ حياته الفنية من خلال فرق الهواة. وكانت أولى أعماله المسرحية هي العفاريت الزرق، كما انضم لفرقة الورشة المسرحية وظل فيها لمدة 10 أعوام، وكانت تقدم الفرقة عروضا مسرحية في مسارح عدة على مستوى العالم. الفنان محمد عبد العظيم يحكي كواليس أعماله الفنية في صالون المساء مع قسوة. لقاءات صالون المساء مع قسوة بتبقى وقفات قصيرة بنعدي فيها على رحلة، لكن ليها أعماق. النهاردة العمق بتاعنا عمق مسرحي ثري جدا، وعمق درامي ثري جدا، وعمق سينمائي فيه أبعاد كتيرة لشخصيات كتيرة، وكمان عندنا بعد ثقافي وروح مبهجة جميلة جدا منورانا النهاردة. الفنان محمد عبد العظيم، أهلا بيك، منور الدنيا. أهلا بيك يا فندم. الألوان الجميلة دي اللي مبسوطة بيها يعني أنا هي شو أقصده بس يعني لا جميلة بقى صوتها حلوة. منور الدنيا يا أستاذ محمد. الله يخليك يا فندم، شكرا. أستاذ محمد دايما مشغولة بالمسرح، وبحس إن إحنا يعني بعدنا كتير عن المسرح في فترات كتيرة، وما اديناهوش يمكن حقه أجيال كتير، لكن بيبقى هو منتج يعني كوادر فنية ولقيم فنية ثرية جدا. المسرح حكايته في حياتك لو حبيت تلخصه في كلمات بالنسبة لك إيه؟ yeah. المسرح هو صوتي الحقيقي. أنا بحس إن صوتي الحقيقي بيبقى موجود في المسرح. بحس إنه أنا بعرف كل يوم أكتشف حاجة جديدة وأنا على خشبة المسرح، غير التمثيل للسينما والتلفزيون. ما فيش يوم بيعدي لما بكتشف حاجة وأنا في علاقتي بالجمهور، في الكونتاكت، في اكتشاف لحظات إبداعية جديدة في الشخصية اللي بعملها. يعني الشخصية تبدأ بطريقة وتنتهي في اليوم الثلاثين بطريقة تانية خالص. ده حصل مع حضرتك فعليا؟ كتير. ما فيش دور بيبدأ زي ما بدأته أبدا في المسرح. بجانب انه حميمي جدا، فكره الحميميه في المسرح وانك محتضن الجمهور والجمهور محتضنك، دي لوحدها في حد ذاتها انت حاسس بنفس الناس وبتبقى يعني. كنت ساعات كده قاعد اقول طب انا دلوقتي هضحك الناس العب يعني، فطب انا دلوقتي هبكيهم، طب انا هخلي الجنب ده يعني كده، من كتر الخبره والبتاع بيبقى عندك عارف تتواصل معهم ازاي يعني. فاكر مواقف معينة مثلا كانت مؤثرة جدا بالنسبة لك على المسرح، أو اتفاجئت بحاجة معينة اديتك درس مثلا؟ لا، هي حاجات معظمها كوميدي يعني. طبعا يعني مرة زمان واحنا في الهواء، ولد كان مهتم جدا وعايز يمثل، وبيجي بدري وبيكنس المسرح وبيجي بالنص تحت باطه وحفظ دور هو 4-5 كلمات بس، وقعد على كرسي والعرض بدأ وأنا شايفه من أول العرض، أخش أعمل كوميديا وأخرج وأنا شايفه، لحد ما جت جملته وبدأ يترعش زي، فكرني بحسين فهمي لما قال مش نازل في فيلم العار كده، وبدأ جاله بانيك أتاك وحاجة فظيعة. الحكاية قلبت كوميدي لأن احنا شلناه بالكرسي الممثلين ونزلنا بيه والناس بتضحك وبنقول عليه إفيهات لحد ما طلع عليه وما جاش تاني يعني. ده بس يعني انتوا عالجتوا الموقف على المسرح او اتصرفتوا كحسن تصرف بشكل كوميدي جدا، والناس اعتقد ان ده جزء من المسرحيه. يعني ما تقول له يا ابني وكبر في ودنه وحاجات كده،
كنا صغيرين يعني، كنت انا كان عندي مش فاكر 17 سنه، اكبر في وده ولا اله الا الله والستات اللي تحت يا حبيبي يا ابني امهات ما هم هواه احنا بنتفرجوا عليهم، وشلناه بالكرسي طلعناه بره وكملنا المسرحيه. طيب لو لو نقلت مع حضرتك نقلات اخرى، فاكر لما حضرتك مثلا عرض مسرحي كان هو بالنسبه لك يعني نقطه قوه، او قلت حسيت كده بزهو نفسي او بفخر بادائك فيه؟ يعني يجب ان انا ممكن تبقى حاجه مؤخرا مثلا، يعني هو مش مؤخرا يعني، هو في 2007 انا عملت عرض قدام العظيمه عايده عبد العزيز والاستاذه سالو محمد علي والراحل ربنا يرحمه الاستاذ علي حسنين، كان من اروع الحاجات اللي انا مثلتها في حياتي، هو صعد الله والنوس اسمه احلام شقيه. ده يعني انا حسيت في الوقت ده ان انا ممثل مسرحي حقيقي. لما لقيت نفسي واقف قدام العظيمه عايده عبد العزيز وهي بتشيد بادائي وانا كنت يعني صغير جدا بالنسبه لها يعني، والاستاذ علي حسنين والفنانه الرائعه سالو محمد علي وقفها قدامي على المسرح، كان بالنسبه لي فرصه يعني، كانت دي فرصه حقيقيه، انطلاقه حقيقيه في المسرح اللي هي احلام شقيه دي. النقله بقى ودخول العالم الاخر وخلف الزجاج نرى ونقيم ونفكر ونتحدث، بالنسبه لك كانت ايه البدايه او الانطلاقه اللي هي مش بنقول بدايه الدخول ولكن الانطلاقه الحقيقيه بالنسبه لك اللي جت بيها بعدها عروض وحاجات بالشكل ده؟ يعني بصي انا يعني انا شخص يعني انا ازعم ان انا خجول وما بقدرش اكلم حد على اني اشتغل، وممكن اقعد سنين لو بيتي حتى ما فيهوش يعني ما اقدرش اقول لحد انا عايز اشتغل. فكره عزه النفس او الاعتداد بالذات. وجربت كذا مره حكايه ان اروح اماكن دي واكتشفت انها لحد كبير مهينه قوي يعني، حكايه انك تقف تختبئ يعني. بس فعشان كده كنت دايما انا رفضت سنين، قعدت اشتغل في المسرح لانه بيعوضني. رفضت سنين فكره اني اعمل المشهد وبعدين قلت طب يعني ما انا اعمل مشهد ومشهدين، ايه المشكله يعني؟ يعني كنت رافض فكره انك تعمل مشهد واحد او مشهدين في عمل، اعملهم بس ما كانش دايما حتى بيدوك المشاهد اللي ليها تاثيرها. وانا من كتر ما كنت عازف عن الحكايه دي وبخاف منها فما كنتش بروح. الى ان قررت اقبل حكايه مشهد ومشهدين دي. فشافوا ان في تميز يعني، في انت بتقول مشهد ومشهدين بس بيبقوا كويسين. الى ان جه الفيلم بتاع لمؤاخذه بتاع الاستاذ عمرو سلام. هي دي المساحه الحقيقيه اللي انا عملتها في السينما. طبعا بدات بفيلم كليفتي اللي ما اتشافش، ده كان بطولتي انا وباسم سمره واحنا لسه صغيرين يعني. لكن الانطلاقه الحقيقيه اللي حصلت بعد فيلم كليفتي، الاستاذه كامله ابو ذكري كانت بتتفرج على الفيلم وخرجت قالت انا عايز الراجل ده. بعدها عملت سجن النساء في السنه دي، كانت سنه كويسه قوي هي اعتقد 2012 أو. عملت سجن النساء وعملت دهشه مع الاستاذ يحيى الفخراني. يمكن دي كانت النقله الجد يعني. الاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها يعني ولها قيمتها، استاذ يحيى بالنسبه لحضرتك كان ايه في العمل معاه وفي كواليس العمل؟ هل ليك ذكريات معينه مع طبعًا استاذ يحيى؟ طبعا ده اكتر حد انا يعني ممكن اقعد تحت رجله وهو قاعد كده بالكرسي، كنت اقعد جنبه كده على الحصيره واحنا قاعدين عشان اسمع الراجل ده بيقول ايه. وهو مره قال لي حاجه لطيفه جدا جدا تتعلم منه يعني. الحقيقه قال لي ان هو عمل فيلمين في سنه ما او معرفش يعني، انا فاكر الواقع كده. وعمل فيلم اللي هو بتاع محمد خان اللي هو خرج ولم يعد. وعمل معاه فيلم تاني من اللي بيقال عليهم تجاري، وهو ما بيحبش الحكايه دي قوي. بيقول لي الفيلم التجاري ده حقق ايرادات هايله، لكن الفيلم التاني عاش. فمفهوم كلمه جماهيري مش اللي بس الشباك بيقول عليه، اللي بيعيش 100 سنه صاحب القيمه طبعا. زي فيلم شيء من الخوف، زي فيلم زوجة التانية، يمكن في وقته ما عملش ايرادات كبيره لكن الفيلم ده بيتشاف عن افلام في وقته حققت ايرادات هايله. الجماهيري بالنسبه له دي الحاجه اللي اتعلمتها منه، اللي يعيش كتير ده هو الجماهيري. ده خلى حضرتك تشتغل على فكره الادوار ذات القيمه حتى لو كانت مش كبيره. تمام. تمام. ممكن بيبقى دور يعني، في واحة الغروب انا عامل حلقتين او ثلاث حلقات، عامل دور المأمور التركي الشرس جدا ده، بس ظهور مؤثر. انا بعتز بالثلاث حلقات دول اكتر من اي حاجه يعني، من حاجه كتير قوي حقيقه. يعني على حسب الدور يعني، لو الدور كويس ومؤثر خلاص يعني. قلت لي حضرتك فكره الماده وانه ممكن الفلوس تكون مش متاحه لكن لن تبحث على عن عمل او لن تطلب عمل، عدى على حضرتك ازمات ماديه كبيره بسبب عدم الرغبه في البحث عن عمل او كده؟ وهل اتحلت دلوقتي؟ يعني هل الوضع المادي دلوقتي افضل؟ والله الناس فاهمه غلط يعني. بامانه ما دي الصوره بقى اللي انا يعني بسال. والله الناس فاهمه غلط والله والله يعني. يمكن انا عايش عادي زي اي موظف حالته كويسه يعني، او واحد فتح محل يعني قصدي
مش زي ما الناس فاهمه يعني. وخصوصا انت ممكن تبقى ممثل بتعمل دور تاني في فيلم او في مسلسل، الفرق بينك وبين البطل في يعني اللي بيتباع باسمه مذهل لا يذكر يعني، مذهل، فرق مذهل. فانت لكن الحمد لله، الحمد لله يا ربي مستوره. ما بيعملش غضاضه نفسيه خصوصا لا 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 لا. لو شايف حضرتك قدراتك التمثيليه اعلى من البطل؟ لا والله، والله عمرها ما حصلت يعني. انا عمري ما فكرت مين احسن مني في ايه. يعني عاده بقول انا واخد ايه. يعني انا واخد الحمد لله، الحمد لله ربنا مديني موهبه، مديني صحه، مديني انا موظف لفتره كبيره، عندي اولاد يعني الحمد لله. يعني في حاجات كتير مديك الرضا كمان يا رضا محمد. انا راضي بشكل دائم يعني والله، ومش ادعاء، انا فعلا راضي يعني بجد ومبسوط. ما بتقولش لنفسك في وقت من الاوقات انه في الدور بقى اللي انا لسه عايزه جاي؟ هل بتقول ده ولا ولا راضي عن اللي فات خلاص واقف؟ دايما بقول الدور اللي انا مستنيه ما جاش دايما، ومش عارف هو ايه. بس عاده يعني حتى في البيت بقول لاولادي يعني لما يقولوا لي يا بابا انت عملت الدور ده كويس، اقول له الدور كويس لسه ما جاش. لسه شايف كل ده لسه الدور ما جاش يعني مجيش. الدور اللي انا شايف اني اشتغل عليه بشكل قوي يعني لسه ما جاش الدور ده، ما اعتقدش. في ميت وش ويعني اخر الاعمال كنت شخصيه يعني معقده بالنسبه لي، ما اعرفش الناس كانت شايفاها ازاي، بس فكره هذا الـ يعني الصوت المتدين والصوت اللي هو فيه فكره وربنا يكرمني والحاجات دي ويا رب اديني وكده واسترها معانا، في نفس الوقت نصاب ومتصالح مع فكره انه ضلالي والناس بتقول له انت ضلالي وهو تمام ما عندوش مشكله. الدور ده كان بالنسبه لحضرتك ايه؟ طبعا حقق صدى كبير جدا على السوشيال ميديا والناس. انا اتخضيت يعني، انا اول مره يحصل رد الفعل ده، وانا كمان يعني شويه اخلاقي كده يعني متضايق من كلمه ضلالي دي، قعدت كام يوم متضايق منها قوي يعني، ما حدش يقول لي ضلالي يعني. ده سامح فعلا. وهو سامح مش انا يعني، بس انا واخد الموضوع على قلبي طول الوقت. هو الراجل ده احنا من كتر ما بقينا نشوف الظواهر دي في الحياه بقينا نتعامل معاها عادي. يعني الخطا بقى واضح وصريح لدرجه انه عادي، بقينا نتعامل معاه لانه عادي وما تتكلمش فيه كمان يعني. وانا بشوف الناس دي يعني ده مدعي دين ويقعد يقول كلام مهم وهو بيعمل عكسه تماما يعني. عشان كده الموضوع بقى مضحك، عشان كده الناس ضحكت عليه من كتر ما تقبلوه او تصالحوا مع الفكره خلاص انها موجوده. طبعا وشافوه. هم شافوا زيه في الحياه. فكره انه انت دايما بتشاور على الحاجه اللي الناس تقول ياه انت جبتها ازاي وهي قدام عينه. يعني عاده انا رايي ده الابداع يعني. انه يبقى بالسهوله وباليسر ده قدام عين الناس، بس مش اي حد يشوفه يعني. يعني اللي زكت شغلته يعني. فهو الناس ضحكوا لانهم شافوه قابلوه في حاجات في حتت كتير. في ناس بيقولوا لي، واحد بيقسم انه شفته واحد بنفس طول اداؤه بنفس اللي انا شفته في الحياه. فموجود يعني موجود. خليني اسال حضرتك في الختام بتاع الرحله السريعه بتنقلاتها العميقه دي، في اجيال كتير بتنظر للفنان وزي ما حضرتك قلت الناس واخده فكره غلط، بتنظر له انه يعني وصل للثراء السريع والشهره السريعه واشياء من هذا القبيل، هل في رساله من خلاصه الخبره بتاعت حضرتك توجهها للشباب في اعمال مختلفه وخصوصا الراغبين في التمثيل او الالتحاق بهذا العالم؟ انا رايي انه ما يعتمدش على حد يعني. ما يعني كانش ممثل يقول له انا عايز امثل، انت بتكلمني وانا واحد مثلا في سني ده على انك عايز فرصه في التمثيل. طب انا لو اعرف اجيبها كنت جبتها وانا عندي 20 سنه مش كده؟ صحيح. يعني اعتقد بسهوله يعني. اولا ما تعتمدش على حد غير ربنا وموهبتك ونعم بالله. وانا اقسمت قبل كده في برنامج اني عمري ما كلمت حد اني عايز اشتغل. وده حصل. عمري ما حصل، ما قلت لحد يشغلني. فانت اعتمد على نفسك، طور موهبتك وخليك جاهز للفرصه، عشان لو جات لك وانت مش جاهز هتكسرك. خليك جاهز للفرصه، يشتغل على نفسه طول الوقت. طول الوقت. وتاكد ان الكون هيقول لك امين. وربنا هيقول لك فرصتك هي هيساعده ربنا. بالظبط. ونعم بالله. انا ممتنه لوجود حضرتك معانا النهارده، وتصالح النفسي والسلام ده بحب دايما ان رساله توصل من ضيوفي للمشاهد عشان نعمل حاله سلام مجتمعي اكبر من اللي احنا فيها. وشكرا لحضرتك على الادوار الجميله اللي قدمتها واللي حقيقه اثرت فينا واستمتعنا بيها. ممتنه لوجود حضرتك معانا يا فندم. انا اللي بشكرك جدا ان حضرت برنامج مهم ومحترم زي برنامج حضرتك. ويا رب دايما نتقابل في الحاجات الحلوه. وشكرا ان شاء الله. نورتني يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك. شكرا. ومن هذا اللقاء مع فنان مصري يعني نراه قديرا ويعني بيصنع حاله في أي دور بيكون موجود فيه أو في أي عمل بيكون موجود فيه، وزي ما بنقول كده بيخلي العمل تقيل أو بيدي للعمل نكهة، من هذا اللقاء اللي كله رحلة إنسانية ونفسية وثقافية أيضا في طيات الحديث، نقابل حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من المساء مع قصوى. لكم تحياتي قصوى الخير.